طحن. ايوه طحن. طحن صح؟ قدر اشتغل قايد ساعتين. ملاحي بثه 40. جعلها 50,000. جعل اللي في بث ملاحي 50,000. بس ما في ارقام. استاهل ملاحي. عدد دعم السكور تو باد يمكن. ملاحي رجال رجال. لا لا شفت بكم يا عبد المحسن؟ شفت؟ ايه ايه بس شوف العدد اكيد ان في دعم ضرب قبله. هذه كنا جولة ثانية. ها؟ تبى 10 منهم. من هو؟ قلت تبى 10. 10؟ راشد المجيد. يمكن ترى بعضهم تلقاه في مع أربعة خمسة موضوع اللي ايه انتبه. فايز مالك توب كم؟ محسن فايز مالك في التوب؟ فايز مالك في التوب. فايز مالك علوش علوش من بيش يتيم علوش علوش منهم؟ شكرك يا ابو عائل سلامي والله عليك انت تستحق السلام والله سلامي عليك عبد الله الشهراني ماذا بش ماذا ب شو اسمه ما هو بعبود اللي احنا خبرين والله ما انت بعبود اللي نعرف عبود يسوي مرات اليوم عبود يعني ما اسد كذا قايد من شيطانه من قبل لا احنا وقبل لا ما تعرفنا مشغله لومه طلعني بيني واهب الشجعان حيالته تعشق وان قلت شهراني يا شهران قبل على عزم الجنة شهراني يا حب الحدة ونعم ذي ذمتي دمة شهران العز يا لا يا عبد الله احنا شهران شهران هذه والله ما هي بحق شهران صراحة وان قلت شهران يا شهران يعني قبيلة شهران العريضة ما قالوا لكم العريضة يعني ما جت من عبه ما جت من عبه انت سفيه شهران يعني في التواصل الاجتماعي يعني ما ترسل ما ترسل حصان شهران شهران انت شو معنى انت ضغط عالي ضغط عالي صدق علامة تكسك الارض علامة التكسك دي ظل انها ما جت الا 10 شهر اشهد لله العبد الله ابن فاضل والله نعم عبد الله واحد زبون مخاسي المخاسي كلها كلها والله مو بصح لا لا يا ابو فالح يا ابو فالح عن ابو بليسك حد لا بعد امدح افهم يا نبي بشكلها ما عجبتك لا عطى الثاني ذيك اللي بديت القافي بسمة أبدي ظني مين بجانب من الشعر نصله مع الفنجان تعرف من يحكم اليمن؟ أسمع سوف أقول لك بشكل واضح وصريح من يقوم حتى بالتعيينات الأخيرة للوزراء من يرشح رئيس الوزراء حاليا رئيس الوزراء المعين حاليا هو محمد آل جابر سفير السعودي في السفيرة السعودية في اليمن منذ بداية التحالف السعودي كما الفعلي يديو كما الفعلي يديو جابر كل شيء في اليمن الاقتصاد والسياسة برامج الإغاثة وتقديم الهبات والعطايا لتأمين الانشقاقات قاعد قاعد ما عم تتشغل غبار يعني ايش تغشيل الله زكت انت سبتي اتعرض انت اتعرض انت خايسة خايسة يعني لا ما خايسة خايسة ما عجبت عبود يعني عبودي تدري شواله شغل الشيء اذا ما عاد انفعت شغل وين وين هذا هذا نقول شهران طول انت رخمه زلابه يعني زلابه معليش يعني هذا هذا شيء يعني فارغ منه انا حاولت اني اطلعك بصوره زينه حاولت انت رخمه
انت رخمه يعني بخصوص استمارة خلاص رخمه رسم خلاص لو في موسعة جينيتس دي للرخامه تكون انت رقم واحد فيها. نقول زبون مخسير زبون مخسير شهران يا شهران ما ادري ويش طلعت. اي والله صراحه يا ابو فالح صراحه يعني انا ما كان ودي ما ودي يصير ذا بس عاد صار. انت هو صار الشيء ذا صار هذا والله في عليدك صراحه اني ما انا ما ظلمتك ولا سويت لك شيء. خير والله من ابو علي انا اشهد والله اسي عليك يا سعد. خليني ادق عليه ادق على سعد اقول يا سعد سعد الشهري المحزن سلام سعد تكفي ابو علي لو انه راقد لو انه نار اتصلوا به الان بعد مقفل. لا غيبت والله من سعد الحمد لله انه راقد. ترى لو انه معي سعد جاء علومنا الحرام ما تصل له. السلام عليكم يا مرحبا يا مسهلا يا هلا والله صديقي هلا باحلى متابعين وينكم تبع عاد تدري بهاد تسوي بهاد المتابعين وحشوني اخبارك بهاد والله بخير شلونك الحمد لله كيفك علومك وش الجديد شو الاخبار والله بخير بشرني عنك والله ابد كلش تمام بس زعلان منك ليه انا خامدها من اليوم نايم عاد السرير ولا واحد منكم دق ولا صحاني ايش كنا ضايفين بعض سناب ايش كنا نرسل بعض ستريكات ايش كنا تعشينا خمس مرات اكلمك انت انا والله حقك علي والله اللي عجبنا انه يشبك والله لا تقابلنا ولا ضايفين بعض انا جاي اصدقكم يعني يا نيف صراحه تذكر المكالمه اللي قبل ثلاث ايام يوم تقول بسطلك قلت لها تخسي انا اللي بسط بهاج اسمعني بهاج اسمعني انا شوف بقول لك الصدق انا ترى هذا مو وجه الحقيقه انا توي صاحي من النوم وحاليا انا على الرطم وعلى الصولجانات اللي عندي حاليا قاعد اشوفها انا صولجان ما عندي وبسط اموت فهي يعطيك اي لاكت تعال جوله بهاش خلها جوله لان باقي ما سلمت على المتابعين خلها جوله يلا تعال انت ابو فاتح يلا تعال تخل الفضيحه تخل افوز عليه شي ذا اللايكات عود بالله تروع يعني بهاد بعكنيتك يا اخوان وين اللي قال بهاج يشبهني ترى في فرق يا حبايبي شوفوا خشمه شوفوا خشمي شوف وجهه شوفوا ملامحه كيف معليش لا تقارنوني بحلوين زي كذا انا توجهك والله ما اجيب عند بقال توي بمدحك الله ياخذك تجلدني ليش وجهك حلوه ولكن وجهك خايس يا حبيب الزلمه ما يكمل شو اسوي لكن المشكله عيال المشكله جاكم واحد ربي رازق كل شيء الا الاسلوب هذا هو وجه حلو لكن اسلوب ما فيه هذا هو لكن ربي رزقني الحمد يعني الحمد لله اني اسولف بس يا هاتك وين شد على الكبسه كبسه على الكبسه مين اللي جنبك بهاج سلامات بهاج يا رب ايش فيك ليش تعطس مريض ما يلا. تعرف الواوي اشوف الواوي اشوف الواوي لا لا خليك خلاص بهاج تعال الحين الواوي يعطيه وضعية الزعلان عشان بعدين يقاطعوني ويقطع برزقي ويخرب شهرتي انا عارف حركات الواوي لا 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 لا, لا يا نيف معليش الله يفشلك هذا عندك داعمين وانا تكبيس 10000 واو يا الفضيحه لا 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 ما اقدر اطالع بهاج استحلى وجهك وتو فاتح منهم وجهي مفقع حتى قهوتي ما كملتها وهذا كله هاي تشرب قهوه اوه عندها الفراعنه والله ونعم فيهم لكن ان شاء الله ان عندنا سلام والله والله الفراعنه موجودين والله يا سكور ما دخل بعينك والله شكلك ما تعرف الشهر انت يا شير عيال الدبل الدبل عيال الدبل 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 عيال يا عيال الدبل يا عيال الدبل يروح طالبكم يا عيال الدبل 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 عيال الدبل هي جوله واحده يا عيال هي جوله واحده يا عيال كم الدبل من الاف 500 يا عيال ادبل يا عيال يا عيال عنده 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 عيال عنده ادبل ارحب
ارعب بعد اشوفك ارعب حيدر راسي لبتي ارعب ارعب سمع ارعب 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 الله على كل يقدر ارعب الله على كل يقدر اقعد على الحرام لا تموت روحك ارحب 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 حي الله على الراس ارحب العرب ونجلك يا شيخ ارحب اشهد لله التب الثاني ارحب الاول لا غرام ارحب ارحب من لاح الاول ما هو يا 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 شد يا شد يا عيال يا شد يا عيال يا جوله يا جوله جاي جوله يا نقدر بيجيني حي جمجاد حي 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 يلا يا يلا يلا